تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها ليلة أمس إلى الخميس الناحية الشمالية لولاية باتنا في وفاة شخصين من عائلة واحدة ببلدية بومية. الضحيتان كانتا على متن سيارة سياحية جرفتها سيول وادي بوعافية ببلدية بومية، حيث عثر أفراد الحماية المدنية على جثة الزوجة البالغة 49 سنة ليلة البارحة، فيما استمر البحث عن جثة الزوج البالغ 51 سنة إلى غاية صبيحة اليوم الخميس، وانتشلت جثته غير بعيد عن نفس المكان. كما أسعفت عناصر الحماية المدنية 4 أشخاص كانوا على متن سيارة انجرفت ثم انقلبت جراء سيول يتم تحويلهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بشمرة.